ليست هناك استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة في الوقت الذي ترفع في هذه الحكومة الضرائب وتزيد من ثقل كاهل المواطنين وتضرب القدرة الشرائية وتفاوض على الحد الأدنى للأجر وتفاوض لهم الحكومة تنظيمة نقابية من أجل زيادة 100 درهم و 200 درهم في الوقت الذي لا تستطيع في هذه الحكومة أن تمس بالامتيازات وأن تمس باقتصاد الريع وأن تمس بالأجور العليا لكبار الموظفين مدراء المؤسسات العمومية الذين يتقاضون ما يفوق 40 مرة من الحد الأدنى بالأجر في المغرب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.